بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، ودرسيتي كتاب كأن لما قعب حي 100 حديث لإصلاح المجتمع، وكعين يا مرلبات بقول كان حديث وهو شيخ أؤلفي حجاجين مجتمع يبلشد حق أخلاق ذا يحق عقيدة ذا يحق تعاملك يحق كحنان رب العزة تبارك جل وعلا. أدرسي أنن وأدرسي أفراد عركة بالله بين حديثك الصدونات بإذن الله تبارك وتعالى. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. نبينا عليه الصلاة والسلام حليه هي الجنة ما قالوا قفك ضدك ورك أكل قال نميمك وحال إلى هذا قفك ضدك لحظة ورك أكل قال على وجه الإفساد، ما على وجه الخير، على وجه الإفساد قفك ضدك ورك أكل قال اسكت درا أيام مقعيسا نمام ليلة هذا سيدا دراد يذبا وعيد كسو أروري أذك مركاسو نبي قيل الجنة ما قالو محالا قوضا الجنة مع السابقين لقوضا قف كسو أهل التوحيد الجنة وقليا لكن مع السابقين لما قليا سابقين تجنة مركضتك أوري الجنة لما قليا هدوس الله في تبارك وتعالى حقوق ذا بشر كان إلهي مرداف حق الله إلهي وردافا لكن حق بن آدم كان لحد يساء إلهي مرداف فكره تبارك وتعالى وإن لقى قصاص مرك قصاصتي وحي نغون كرتا مرك نار بين نغون كرتا إلا إذا سوقوا مرك مع السابقين الجنة ذا مقل أيو قفك النمام كأ ووعيد آذو أذقوي لا يدخل جنة النمام وفي رواية قتاب واسكم إذوي متكذتك حنتا جنة ما قالوا النبي قال عليه الصلاة والسلام حديثك وحنا وش هي جاية إصلاح المجتمع بالشدة إن لقف سهادين إن ورك الله كلا قال حنتا وفسهاد آد أوي ولذلك قاعدة عجيبة هذا الاستعماش واتك واتكبت بادي ساحنت قف كستو وركو كان هذا القبطات نبسيس أود هذا قفك أدوار كان كم قشي إيجي قف دمبوك وقسو ديرنا يا لماركو لما ميد بين نقول إنو كو جيو أو أما أي رون نقطو أما أصيح حاجاتك كان تلوي له أما إنو مركو وربا كله أما أنا ساكو ساكو وما شيء جينين كان وي دات كلا سكو ما ديرو هدا سيا سكو ديري يو أصيح دات كلا عذر كو بيري مركا قاعدة صورتا قل متى إلى الاستعمال له أو أنا دهانو قفكي وركو كان الله مسي دايو ورما أضام مغليها ما أذهب الوحى كم مغليها هدا إيجي قضبك أهل قبر يا رجل بإذن الله تبارك وتعالى. حديث مركي حديث الأخلاق ذا حنب ونقلت ذا قال يا إنت إلى القرطان عندنا يمهمك وإنت وحن نقلت ذا قال يا نقم كحن إي أخلاق ذا حن أو أئندتك ورلوك لقاضة وأنا بلية العصر عصري اللي تشوغو بلاية أقوى الرق يدو مربا وحاوة يرحمت ما أنت ولا حلاش ده بطريقة أو بأخرى أي حمت كوسو قليسا. حديث البخاري مسلم باوريي الحديث 31 حديث كوب يصدونات عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبادة بن صامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا
وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى ألا أن نقول وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. عبادة بن الصامت وسحابي جليل وحكمدها ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة الأولى والثانية. صحابتي لم بايعوتي العقبة الأولى والعقبة الثانية وتاريخ ذا لوية كان أي كتشري أحد النقباء بدر إيا دقالك وحي كدن بيه نوا كقيب قلي بيعة رضوان أي كقيب قلي بقول سيدات يكو حديث ونبي كما صلى الله عليه وسلم لح بخاري مسلم باسكو وافقي لبنا بخاري باقون اللاء لبنا مسلم باقون اللاء انت كلام السنان تيكوتشيران حديث كاسير دي سوكوبا صحابي جليل كأ رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وحويلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيان لم مبايعوني مبايعتنا وبلن يا عهدي الله قشو أمير كمسلمين أيان اللي هذا مبايعة بايعنا رسول الله ومركب بيعة العقبة الثانية لماذا ولا سعد مبت نبي أيان لم مبايعوني أم بلن كقامي أم حان نبي كل مبايعوني أم بلن كل قلي على السمع إنا نمقلكو والطاعة إنا أنه أمر كقاضنون هو جانسن اللبو في العسر حالة عليسك إيا واللي يسري حالة فضيتك في العسر وحالة قوضة حالة عبسدة واللي يسري حالة أمنك في العسر حالة فقرك واللي يسري حالة برواقضة يعني في العسر معاني ذا فربضن بيلاده هذا هو يلنهي او دغني ما ايتهاي دغني ما اينهايسو حنونهايو في اليسر هدي انو بدنهاي يرنهاي ادان بدنهاي كل معاني ده سودن باي ليدهاي. على كل حال ان انو امير كمسلمين تا انو مقلو على السمع امير كمسلمين ان انو مقلو والطاعه ان انو هوغانسنو في العسر حالد عليسك اما عذر ده اما ابار ده اما يران ده مثل كانت تقفزه واليسري حالة عافمات حالة أمنية حالة محي حولها بضم من دارة كفصر والمنشطي حالة أنو فرعون هايين يعني أن فرح دريمينو إيا والمكره حالة أنو عليس كدريمينو نعم حالة أن عليس كدريم منشط حالة أن دريمينو فرعون إذا إيا والمكره حالة أما هذا في المنشطي حالة أمركا ماذا حوينها حوذا ندو أي وافقضه وأنكو قنع سنه إيا والمكري هذا نعين انتبه يعني هذا نعينه إيا هذا نرالي كنا هاي اللبضبا إنا أنه ملحظة مسلمين تمقل وعلى أثرة علينا وحاك لأو نبقو ونقردر دارو بيعانا قراقاضي إن حولها يقى حتى هدي حق در الله وعنه إنا أنه أمير كمسلمين تأطعنه وعلى أثرة علينا أساس حتى هدي حولها يقع إيا مضحن ما أنحقوا لهين إيا مسؤولية أنحقوا لهين إيا حولة أنحقوا لهين هدينا لقى قاضوا أعيدك للسيو السمع والطاعة في المكره والمنشط في العسر واليسر كو. وعلى ألا ننازع الأمر أمرك وأرنك مضحن ماذا لقى وضع وعلى ألا ننازع إنا نكو قبصنين الأمر مضح لماذا أهله ضدك حق أوله أهله ضدك حق أوله إلى أن نكوكب سنين إلا أن تروا كفرا بواحا ورؤي من دون أمر لبدا أبي العلي. يعني حديث كني عبادة بن الصامت عليه بايعنا رسول الله نبي قال كلهم بايعونا على السمع والطاعة السمع والطاعة لبدا وحات كحريسان وحلو يقانو في ما استطاعنا استطاع الوحرية بني آدم كوحو سن أوذي كرين لغو ما كان لي فكرة
مركز سمعك هي إطاعة لبضوا وحاكو حرن وحي محال إذا إيك الأوذو محاك لو كحرن بالمعروف ومعصي لما أقوله إن القفك أقوله جانسنتو إنما الطاعة بالمعروف حديثة ما يعني طاعة إيه جانسن كوينو معروف نغضو ولا تطعهما وصاحبها في الدنيا معروفا مركا لما ذا مسألة كجرتا ومركا بذا وحاوي استطاعة أولنا وإني ميجرتا أو هذا واحد تكليف لا يسكو قصب كرو أو يقفكو سن أولي كرندوشا لغا مساري كرو كو وطاوة استطاعة أو إلهي بيرفتق الله ما استطعتم ندى لما ذا كحر واما المعروف معروف كحرانو إنما الطاعة بالمعروف يعني وحي وناجا لسكو أطيع يا وقاعدة أذوين وي والدكو يعني ولدكو كما أطيعك به معصي مثلا أميركو شعبكو كما أطيعك ران مدح ويلها معصي زوجته كما أطيعك الزوج كذا معصي شيئا معصي ذا اللي يلا هذا عندنا لغو ما أطيعه وحل سكو أطيع يوا المعروف فقط قاعدة وقاعدة هذه أذ مهمة إلى نقول ووحل قام مرمانا وين أنت سوى حرقون نقضي بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمشط والمكر والمكره وعلى أثرة علينا يعني حقا رحت هدي لقا قاضو الحق أولا هاي إن الأمير كمسلمين تأطيعه هدي حتى نبرك لقا قراعه وإن ضرب ظهرك حتى نبرك هكا قراعه قدال بلو قلت لدون الشروط وعلى ألا ننازع الأمر أهله أمر وأمر إيش وأما ذحن ماذا إن أنا كل الدوذين أهله مفسر علومه وحيكو وحيليهن أهله وحالقوا ذا أهل العدل كو والإحسان والفضل والدين مع القوة على القيام بذلك انت واقيد أذو عجيب أوي يعني مركو ليهي وعلى ألا ننازع الأمر أهله إن أنا كل الدوذين أو ننكسيب أو أنكو قبصن ذاتك مدحن ماذا حق أوله علماء وحيكو فسرين ذاتك حق أوله وأهل العدل وكو عدالة صاحبك والإحسان سب فلك والفضل والدين فضل يدين تكو له كو أسبا مدحن ماذا حق أوله برشدة إلي مامولان ننك عدالة له ننك نحريس تبضن ننك فضل لقي الدين تله أي أمضى هجان مركا مع القوة على القيام بذلك أيضا أنت لصعته قف أضج أو كرتله أو أنت السمين كرينوية قف تل تل عصن أو لقيت لابسنا يا ما هذا نوع إنه يقف أود واحد أولى مع القوة على القيام بذلك وإنه أنت أس أود أولى هي فهؤلاء ضد كاس أيق أبا حقوق أله أما حق أله أما ضد كأهل الفسق أي أهل الجور كأه يعني حق أمله إن أي ظل إن أي حكمان مسلمين لكن حسوس أصل هو أنت أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القيام مع المحال الذي كان مع القوة على القيام بذلك انت وانت أصل كأباني ذاتك وقيامين إياه ومع ذلك أهل السنة والجماعة والصحابية السلف انت الرعلي أن كوضو هذا نوح وحي آمسيهن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه قلقوا مهيمو فالصبر على طاعة الإمام الجائر إن لا صبره لغانا أمرقاته مدحوينها الجائر كإه الظالم كأه إيه حد قذب كبضن ذلم جيسا إن لغو الصبره أو لغو الدلقاته أياها كهبون محالي إن لغو بحو محايا لننكا وهدي لغو بحو أهل السنة وحي قبان مدح وينه وضوه مسلم شيغان يوم مسلم يهي أوصل إسلام لماذا كبحينه دائرة الإسلام كجيرو إن السيحان اللصيه معسنة أن لغو أطيع وحي وناك أن لغو أطيعه ومع ذلك أن لغو بحن
نصلي خلف كل بر وفاجر تحاويذوي يعني وحان كدما تكرنا قف كستقو بر يا وناك لبضو بالليمد يا حمان وحان كدما تكرنا إلا قبح مدحض مسلمين وعلى مدها خوارجت اللي قوية على مدها يعني خوارجت اللي قوية قان نوي سادرد فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لماذا؟ هذه ننكستو جور لأيمد لغبحو وحاك إيمانا مفاسد آدو فربضا أم نجيبا فراحك بحيا نجيبا حقدر الوضع دينا يا دل آن سفهاء بي هبكو قعانت أقل يا مركاسي وحي رمان سمينا يا أخيارتي يا علوماتي يا ضدك ودنبا لالينا يا حدود ملي سيدا دانو أنو أركينو وواح واقعه اللي يقانوي ننكستو جائر مارك اللقوب بحي نتيجة كده لتوارت فساد في الأرض إهراق الدماء قتل الأبرياء وحاصر رنبا كده الله ولذلك في رسالة ومهيم جدا قضبض النوع عنو كلا إلو قب براروه وعلومة اللو قدم بيه وهي علومة مرو البابا وحي داري أركيان شيئاً مفسدد كإيمان كرتا إلى يفيرنا في تنتن يوحا كده لنيا وخطر وي مركه حديثك وحدي عجيبه ابي ادم هي مؤوي ان انت قدام بيس مركه وحيري الا ان تروا كفرا في راح دورك ضابطك هو واصي منك وحالي يعني اصل كان انك مدحده مسلمين تقول له قرى ياي وانه يهي والا ننازع الامر اهله صومها الاهل واهل العدل والاحسان والفضل والدين وعطانا صومرنا لكن اهل السنه وحي قبان ننك إمامك جائرك إحد قذبك بضاني إن لا صبر إلي هبونتها إلا قبحه طاروا شكني لكن قرماء يا ننك اللي قبحي كرا ولبا إلا أن تروا كفرا بواحم إن أركتان معاني كفرا قال نمو بواحا عد يعني كفرا صريحا واضحا وكا ساسي علوم ذو كفر سيرين إلا أن تروا كفرا صريحا واضحا الا ان كفرت كفر يا قالما عد وان جد لو سو غبد وح تاويل لهين سدان با لو لجيدا ما ان اي تن صورت قال لوون كرتو تن صورت قال لوون كرتو ما وحد او كدعي نينكر مدخده وا قالما عد كفر عد تاويل لهين وان جد لو سو غبد لو سو غبن كاسو عندكم من الله فيه برهان اد اكتين اللي حقي سأض أو غاهي ستان حجعت حجعت أو قرآن إيا حجعت أو السنة إيا حجعت أو إجماع علوم هذا بعضو هاي ستانيك إنو إسلام ككبحي كونو دعي ناقض من نواقض الإسلام أو إن بأن شبهة يشكي من نكو جرم إلا أن ترو إيش كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اللي أبتي سنة أض أو غاهي ستان حجعت طيب تاسر مركب وامد وامد داسويان وحالد داسي وحالد مهيمة قف كده قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلة قال مركب مسلمين محكومين كرو مركب ولو أي علوم هذا قيب كمن حتى أي قبان هذين عدو حتى إلى مفسد هذا كنا لنا يسا أي كأذكت هاي لفت هذا وحيوب بعنت أي إندي الله في ريو علوم هذا الله قدم بيه كذب وحويلي النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن نقول بالحق إن نكقوا الحق أيان نكرا مبايعون إن أنا وحاصة عبادة بن صامد دردارنكيس بايعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ومحالي لذا في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا إن نحق قول الله ميلا نشوق نبا ليش منكر كإلا الرديو مع مراتبتي سلا إلى لنا يو وحاويا ومطلب شرعي أوقفك بسنك اللي قدوني ها يعني إن منكر كإلا الرديو وحديثك حكيد لي هي أيضا أضال نكمل حوينها أيضا الطيعان آن إذا أمري
هدانا معناه هذا ما هنا منكر كأمستان مايا هدانا منكر ك أصدق طريق ودوين كيسة هي درجات كيسة الله أمر أيوه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مركا وعلى أن وعلى أن نقول بالحق أينما كنا مل ألا مل أن شوق نبأ وإن أن حق الشيخنا أيانو كل مبايعون لا نخاف في الله لومة لائم مد قال الدجال كينا أنا أغعب سنين لا نخاف في الله أي في دين الله دين إلهي لأن أغعب سنين لومة لائم من وح عقاب عقابك أما من وح حريتانك أما من وح قراع قراعتانك أما من وح عذاب عذابتانك أما من وح حبس حبس حبستانك أنا أغبق قرط حتى أدين الله شرعي لا نخاف في الله لومة لائم إذا الحديث كان حديث عظيمة وأن شعرها إنسي نبأ لو برارغو نتصينها ينا أخلاقياتك أغوى وين حيثما كنا بالمئة وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا صحوي يعني ما لنا ما لنا جوج نبأ نعم نسخة من أينما كنا أحسنت حيثما كنا ما لنا ما لنا جوج نبأ واسكمتكم لا نخاف في الله لومة لائم حديثك صدر إيوه إي الله بعض عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال عن عبادة بن صامت أيضا أيضا معناها مرة بعد آضى يأيض أيضا ومصدر آضى يعني أيضا ومصدر صدر ردت يعني مرة بعد بمعنى رجع يعني مرة بعد كن قني الحديث كروري الحديث كورأي وري مرك عبادة بن صامت رضي الله عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بأنه لم مبايعوني ومحان كلهم مبايعوني بلن إيا عهد أن كلها قال لي ألا تشركوا بالله شيئا إلهي إلي إذن عبادتي سوحك للو ذا جن ووعدي شركي ودنب الله قال دنب أبوي بلن بالله قال لي ولا تسرقوا توغا إلى ذا النقل أو مالك مسلمين تا أيضا لعن ولا تزنوا إلى ذا زنيسن أو أيضا قول داف سمين ولا تقتلوا أولادكم عرورتين إلى ذا اللين أيغو علاش كتشر على صوتور أما أيغو بنان كتشوغا سيدي جاهلي ذا سمينين إلى ندوغن أما يقول علاش كتشر إلى صوتور ولا تقتلوا أولادكم يعني القرآن كويتي لما آيضات سورة الأنعام هي سورة الإسراء لما ذو الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لما ذو آيضات بك لدوين لكن اسكم يلبي أصعدا عرورتي إنها اللينين أو علاشها أيقو كتشرها صوتورين أيقو نالله لهديرين ولا تأتوا هلا إيماننا ببهتان بين أبو رشو بهتان كحوي وشيء قفك وصميستاء ليلة يا قفك وحو صميستاء بهتان ليلة ولا تأتوا هلا إيماننا ببهتان بين أبو رشو دمر كي سخاص أو صعطة تفترينه أتكون بين أبو رشو بين أيديكم وأرجلكم بين أيديكم لماذا نقع مظهرته وضعيه وأرجلكم وحال الله الدمرو الماء إن الرجاء إذن قبرنا لن هدهين واضح شان إذن كو قول نفسي إن إلي الماء حقيقة عدة أولا شيء عدة قرس وهو يد حلقة يبه يدين يقول نفسي كدبنا أوريا لطو تي الماء يارد علي الولد للفراش والعاهر الحجر الولد للفراش قاضيه وحكومة يا أباهم بالله حكومة يا فراش وكل شيء بالله حكومة يا فإسلامت من باقري وللعاهل الحجر كيزن السنة رح بالوجود ليا حكومنا ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديهن بين أيدي بين أيديهن وأرجلهن أيدي معي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن متى وضمرك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن زمرت خطابك ضمرك أيد كنت من مرك رجع حديثك الأساس وحوجنا يا حديثك معني سر والنوع ولا تأتوا الله إيماننا ببهتان بين أبو رشو تفترينه وأتكب بين أبو رنيسان بين أبو رنيسان بين أيديكم قعمه نهرت وذي وأرجلكم على وضع الماء إذا لين أرجو لين هذه هنا أنا قاعد الله طيب ولا تعصوا وأرجلكم بين أيديكم وأرجلكم نعم ولا تعصوني في معروف ولا تعصوني والنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصوني هايغو عاصينا في معروف معروف هي وناك هايغو عاصينا يعني وناك ان اذن امرقات شيء كستو وناك انا هاكو عاصينا وناك وناك هابا يراليه ولا تعصوني في معروف مركز النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم قفك او في دردارا كان اي بلن كان او اذن كاذن كمدا فاجره على الله أجر كيس إلهي أبتي سوى هذا محايلة أوفوا بالعقود بقلي أوفوا بالعهود بقلي الذين يوفون بعهد الله بقلي صدر هذا البلن كيف أوفي فمن وفى منكم فأجره على الله قفك أرنك أوفي أو إذن كإذن كميضة أجر كيس إلهي أبتي سوى بكهليا ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة وطهور أي عجيب ومن أصاب قفك كرعة من ذلك أرنك هلك إلى براروك هلك غير الشرك بدجلنزا غير الشرك وقصب إلى الجلس ومن أصاب قفك كرعة من ذلك أرمها أن صاشعنا شيء أن وحكنا دعاء أو فأخذ به في الدنيا الدنيا الله عقابه فهو له كفارة مطهر وحيقولنا قول السيد المداف ما دعي كرتابر كي الله دعوه قف قال لما كل دعاء طاهرنا وحيقولنا قول إسا ما يما دعي كرت قف قال لما كل إنت قالوا أدراد وين هذا ومن أصاب قفك كل دعاء من ذلك أمورها عن صور شعرنا حقيقة صور بلابي توقعني ماذا كصور بلابي الزينة كو حجيسي أولاد كو حجيسي بوتان يفترين كو حجيسي انت سكالي شركة لكن مايا معايا لقفك قال لما الله قبطه أو سأل لقدينه فقد حرم الله عليه الجنة لكن كو أنك حدود بالي لهذا حدودنا الدم بقوال لقود نافع وانا لقود ترترا مركا ومن أصاب قف كرع من ذلك أرنك أن صاشقنا شيئا أو فأخذ به في الدنيا الدنيا الله عقابه توجي بقى عن تلاقي قوي عقاب سو قف كي صقون جور سنين أيوزين يستوى بقول أرد بالغور نفته مثلا وصاما وعقاب صاما مركز هذا لقى وضع فأخذ به في الدنيا هذا لقى وضع لا قصاصه فهو له كفارة دم بالناف بيؤتها إيا وطهور دم بالنقيت الدنب قال لك هذا قيا طهور كفارة ترترد هي وطهور دنب لقيت بيقطع حدود قال لك قوي كورا قفك وحن كل عيئن هذا نوع اللي أغانين حلو ومن ستره الله قفك إلهي سأستره حبو حدا ولا ما أغانين زيرو قال لك عنا ما أغانين يفترين بين أيديهن يعني ومن ستره الله قفك الله سأستره فذلك إلى الله نكاسي قف كاسي ألا حقي سو سائر إليه إله حقي سو هانيا إن شاء الله دو دونه عذبه بعدله عدالة ديسة سبب كذبه وعذابه هاي له عادل عذب بيقول لي وإن شاء غفر له برحمته وفضله وكرمه وإحسانه هذو دور الإلهي الدم بيسوء نافيا حالا إلهي تبارك وتعالى قفك مشي أدي سوء كتيرة لا معقبة لحكمه إلهي حكم كيسا عد كدب يتيكر تلباركو مركا مشي أدي الله كتيرة إن شاء عذبه بعدله وإلهي مركو عد عذابيو ما الظلمين هي عذابك أو عذابي عدله ساكره
حيله وما الله بظلام العبيد إلهي أدوم هذا ما ظلميه ولكن الناس أنفسهم يظلمون برك إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته أدونا فيرا تنحريسي سواسعة ألا وأوذى تبارك وتعالى حديث كني آية القرآن كأبي معنى هذا التلمامية أو سنة كي الشنات هوين كبرلن كاللقاء قاضي حديبية سورة الممتحنة كجرتين أنا آية دوي وأنا آية قدام ميسا عندك ورسالة مالينة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرن بالله شيئا إصلاح المجتمع وإنه مدى خرافة إيا الشركة يلقى لدك أعلمه كو وهذا يتوقع لماذا ومدى وإن لقى لدك أعلمه إصلاح المجتمع زينة يفسيادك وإن لقى لدك أعلمه إصلاح المجتمع عرورت إلا الله وإن لقى لدك أعلمه قتل نفسي بغير الحق ولا تؤتوا ببهتان تأتوا ببهتان تفترين وبين أبو رشو ninku wuxuu sardalin in lay dhaahdo gabadhu uu dhalay ama aabuhuba ilmu sardalin uu dhaho waan dhalay man idaa ila gairi abeehi wa huwa ya'lam ya qofka ilma uusan abee aabaan hayn sheegta asagoo og waxa weeyaan ilaahi jannada ka xarim xadiithka bukhari nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale macruufka in lagu caasiyo ayadana waa fasahaad wanaaga wa in la iskaga mahadceliyo wanaagu alla noo galay iyo wanaaga bulshada dhexdeeda markaas uu nabigu laba xugun buu noo sheegay mid waxa weeye wanaaga qofka la imaado wuxuu leh faman waffa minkum fa ajruhu ala allah wada inta wixii qofka uu fiya ajrkiisa ilaahay buu keelaya midda labaad waa maxay waman asaba min dalika shay'a fa ukhidha bi fi dunya ina lagu gaaloobay nin bay ku tusinaysa walidaalika intabi caqiidata ahli sunna wal jamaca macaasida laguma gaaloobo ilaa qofka inuu xalaashado mooyo إلا قفك إنه حراشة ما هذا لقوا بقالوا وإنا لقوا قالوا ما حدوا قرنا يسا هذا وحي حدود بل لقرت بو دي لقوا بقالوا شيء هذا حد بل لقرت بو قولي لو قفك حدود الطهيرين يسا وحاوي شيء إنه سقال لما أهين قاعدة ذا سيد أقبص ذات الشريعة ذو شيء أي تري قفك وحاسمية وحدك اللي قويه فهو كفارة له وطهور اعلم يقين الشيء سينو سن كل عتان كيسينو سقال لما أهين إلا إن الحراشته قد ذي الزينة يا حرم حقيقة الله حلال ويزينة إلا هذا ما أهرم طيب مرك ومن ستره الله فذلك إلى الله قفك إلهي أستر تبارك جل وعلا تتبضنه إلهي أستر بجري وحاوى ينقفك إلهي حقي سوء هاريا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حديثك أنا وحديثك صدنيو لباط وحديث عظيم ويان أما الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدح إيوه صدنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني تاريخ سواليقا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كي لحاد تضباد مصا إسلامي تقريبا لحاد تضباد ماشا إسكا قبطان أي صو إسلامي بالتحديد غزوة خيبر ولبا أيضا غنيمة للقيبين أي صو إسلامي أبو هريرة نبي قد عيو يرى اللهم اكثر أهله وماله وولده ولذلك ما واقر فقير بوهاية واجد دم بدتك أو وحي ولا بضم بالنغض عبد الرحمن بن الصخر الدوسي اليمني رضي الله تعالى عنه وأرضاه كن يدي سوى أبو هريرة أو أبو هر لابد بوالا إلى هذا نبي قلت كم مغلي 5374 حديثا يعني شنكن هي صدح بقل هي أفر يتضبات الحديث بنبي كم مغلي صلى الله عليه وسلم تاريخ ذا عجائب كبذن بوليه حديث كم منورنا يا وعجر نبي صلى الله عليه وسلم كل سلام الناس عليه صدقة كل إيش سلام الناس لما حبناها قفك بني آدم كما يقول حبنود بوله صدح بقول إيا الليحن حبنود بوله صدح ذا بقول إيا الليحن كحبنود وكستأو بري الصدقة لغاربا كور كل سلام الناس حبناها ضدك لما عليه دشيس صدقة بأهالي سلامك
حبين والبدوش هذا الصداقة على قرب واجو مركو بريو وأرني وين سماها لكن حديث كمرك أفرفرته أي فرح الدون تاب بإذن الله وحير النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس وكستو قرح أي صوب حضو تعديل اثنين يعني عدالة السمين تا أدو عدالة السمين يسو بين اثنين لبقف عدالة السمين يسو صدقتوني لبقف إسي ستاد أركتي لبق الموضوع الضشيو إسي ستباد أركتي لبق إسلام موضوع القبطو إسي ستباد أركتي كل ذلك وحوي محالي لديكن ودو عدالة السمين صدقتون بيكوتهاي وتعين الرجل كالمين تننكو كالمين أيو في دابته وكو كالمين يا محلي وتعين الرجل نعم وتعين الرجل اكو كالميس في دابته دابته وحو فولا يا ليلى يعني دمير بفولا يا واد حمبارتي رتيب بفولا يا واد حمبارتي باديها اذن جاي المجال اذن كان جاري بفولا يا ديارات بفولا يا باسكيل بفولا يا يعني وتعين الرجل على في دابته او فيحمل عليها امرك فيحمل عليها وكحم بارو قف امرك قف وكحم بارو قف كلفتي سيبو قاضية او ترفع له عليها متاعه اما اصي وفولي بورسو ينكيسي يوح عصلابات وقاضي صدقة كلمة معنى دوامعي يعني قفك او قفك وين اما وحا عرص وطا اما او قعان سيسو او تكون كالميس دابدا او راعيو اما دابدا او فولي اما قاديدك اما ترينك اما ديارد اما باسكيلك اما وحا اما الابتيس او قادو او بورصدا او صارتاي صدقة فيراد كل سلام الناس عليه صدقة سلام مرين هذا محانو مريني لما قف عدل وكلا سميس وصدق قف دابت سارتو أما ألابتي سأقادنا وصدق إنت وحك عجيبة من ذي شيئا والكلمة الطيبة الصدقة كلمة ونفسا وصدق تدكم أنت أردت آدم قرميان تعاملك بين آدم كحبوبة أنت موسوط يقصل يقول عدين ولب آدم قرميان لبدا إسقبته لما نهأه إنه بصدقه أقوه إنت إلي سرده العديان والكلمة الطيبة الصدقة كلمة ونرسلنا والصدقة وكل خطوة تلابكست أو تخطوها إلى الصلاة أد مساجد كحق يسأقها در صدقة ودل الطريق صدقة ودل الطريق طريق أطقفت استا لنصن ووددي قرن الله صدقة أيضنا وصدقة ويميط الأذى لبك أو كزو ليقفك عن الطريق للاذا يدقحها إيا وحدتك النبية إنا وددك قادنا أيضنا وصدقة هذا مقصة شين أو مفرح لين أو مركي الولادو كل سلام علي سلام الناس عليه صدقه وحد اي وهد انا لي صدح بقليه لحد الحبن وسن صدقه وبحينيا لكن هذا هو فرح ضيو لما قف عدل وكلا سميس وصدقه قف بن ادم وضع عاوي وصدقه كلمه وناكسن وافكار كسو بحدي وصدقه طلابه المساعدك وسي قاضي وصدقه اي قف اد وضع تستيو يعني وصدقة أو مركا أو قرن لأ أتستي وصدقة سيدة أو كرة ودادة أو كل إيسي الإمادة العنطري وصدقة إذا الحديث كان محوط المامية وإصلاح المجتمع أفيس سبحان الله سيدة أجرك إلهي أنه قد ديارنا بلشدنا الله في عدلك عاونتي بن آدمك كلمة طيب كإيه ورأسن خيراتك اي عبادتك اي ضدك اولا عاوية وحسن قرنين وضد اولا النظيفية كل ذلك انا قد مسلمين تا هدان حديث كان بس كل قرنه وحبا ذبا نوها قاقية مساجدتا ان مسخلها وضا مركز في رسام مساجدتا ان هرتا وضا وحا قشن يا الله مركز في رسام حتى الدارين الان تواياهن عضي ننكي مسؤولك هابا اقمر ايه ما يقانيه
وكي مسؤول كها المساجد كمسؤول كها إدارة دي ولا جاية بين حق أي حق وتشيله لما جرمي خلاص وهذا مات ومسؤولية عجيبة وذلك خد بذا آخر اللي يبقى قشك ساق مريء ما قاضي مركا مسألة ومسألة مهمة ويا يدنا حديث كصد إيا أفراد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس الرابع مئة نعم الحديث الرابع والثلاثون وي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات إياكم وحاول وحال إذين كلا دقة ياوي وتحذير ولا يا دقة يا معناه وحاول وحال إذين كلا دقة يا إذين كأيو إلى الودوين كفريستان إياكم إذين كأي وحال إذين كلا دقة يا يا والجلوس إلى الفريستان بالطرقات إلى الودوين كفريستان على ماذا مركب وحيد هام إياكم من نهي ذي لمعناتها هي تحريم سيد الراجح أمايا سيد الراجح أمايا يعني وحاول إياكم ونهيوي لكن وكراها ذي وكراها وكراها أو ما التحريم با ماها والله يا بقف قيبة قيبة كل نقطة لكن ما الوضع فريسته يعني النهي حرام قطعا ماها هذا الشروط هذا إلى علينا يسوع مركب ولكن وكراه وإحنا جونا بسيهين وأنا أركض أنت أقول شيء ده مش كجيت إياكم والجلوس إذن كي يوحان إذن كلا فوقين يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس بالطرقات إلى الدوين كذاتكم مران إيا بلاكونا ذا إلى الفريستان وذاتك أدعوتان ما لها بلاكونا ذا إلا فريستو والدوين كذاتكم مريان إلا فريستو كدي من ذاتك ماشا مريان الله إسكاد دعوضو ذنوب بذن بيا كجيت حنبا كدلن إنديبا معسي لكلمي واشقا ديروي صحابة مرك أوفيسو فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد يا رسولك الله يوم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها كما ما رأنا انت معنا وزاس ما لنا بد من مجالسنا ما لنا بد مبد لا بد كما ما رأنا ما لنا بد كما ما رأنا من مجالسنا ودوينك إلى فريسنا كما ما رأنا نتحدث فيها وانكوكلا ورقادنا سوماليين سومير هل نقيل بكالين ودوينك دين فريستان بما تورشا كسنة فقال وحوي المركة الوزن مركة إرشادات كان في ريا إصلاحة مجتمع بالشدة في ريا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس هدا دين إلا إلى فريستان موين هدا دين فأعطوا الطريق حقه هذا طريق حقي سسي طريق حق بوليه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله رسولك إله يو حق طريق حق أوليه وامح وهكا مركة ترسل قال غض البصر مر هدا دي إنا فريسة موين هدا دي إنا بتكتبته وإنا طريق حقي سسيسه بشري علي نسي أقيم بلانته أوي انتهي حتى طريق حقي سلسيني هوينك حتى نبي مركو صلى الله عليه وسلم عويلي إياكنا بحافات الطريق عليكنا نجدا عليكنا بحافات الطريق ورقبناو إذنكم ملي هذين ودادا برتن كذا ودادا برتن كذا رقع عليه إذنكم جيس صعدا تمارت ودادا حق بين هذا فأعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غض البصر كو إنه إلا الله لا بتانك إنه زمن كله شوقه وزمن عجائب بدوي وح إنه الله قال الله مريخ أركو الله بقرنيه آلذن كهور فرده يا بلغي يا بهدان ميل يرقى الشيرة الحمام كلا كلانت لكن فاتقوا الله ما استطعتم غض البصر إنه إلا الله يا أيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن وكف الأذى دتك ودد مريا لبك إناد كلاحنه وأدو أذى لبن حن أذى كل لبن توري أذى كل لبن هذا أذى كل لبن فعل أذى كل لبن ما حالي لذا وكف الأذى ماذا صدح ورد السلام هدين لك السلامين أدو عليك السلام لهذا ماذا أفراد وامحي والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر تتك وضدها مرية إن ذو ناجنا وش توقفك وحكها ليسيين حماتا أتكررت يا أول ذا مرك قفك أنت أولي كرو أهلا وسهلا غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قفك أنت أولي كر أهلا وسهلا لكن أنت قفك أولي كر يوسى إسكفر يسنن وضدها برتك حديثك صدر إيوه سنشنات الحديث الخامس والثلاثون عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر محلوك لقرنا يا ووغاس عمر يا عمر ووغلوك لقرته عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عبد الله بن عمر بن عاص وكوري النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي رجل كل ما له مصطلح وأنك صامر نيوري جهالة الصحابي لا تضر صحابي إن حالك سجى رجل لسكره لبعت ما رأيه لكن وحي صحابي كذب بيو ويسؤاش مرك أن رجلا سأل النبي سنبا ودي نبيك صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير إسلام مرك الصوغ اللي كذب محا يقول خير بدر وقبان كرا أعماش يقول خير بدر وقبان كرا وام محي مرك أصو النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بدر النبي كلا دوانا ولا ويدي وحير تطعم الطعام مساكين تدقوذي نيسا وتقرأ السلام ذكر والسلام إيسا على من عرفت قفك أتقرن إيسا ومن لم تعرف يقفك أتقرنين يقفك أتقرنين انتبا لبضل والسلام إيسا أبو النبي قيلي صلى الله عليه وسلم إذا الحديث المحط المام إياه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير تطعم الطعام عماش أقوى وين إله اللي قلنا هو ذوي مساكين تدخوذين إيسا سلامتنا مسلمين تواد كفا في ليس قف كاد قرن يسئيو قف كاد قرن على مذا قيام الله وقرت وين بدئي الصغرى يرير لكن لو على مو عجائب بدن بن عاود الحسوسين يا أو أنكو حسوس حديث كن على مذا كوب النبي صلى الله عليه وسلم على مذا قيام وحال وقرت ويلي قف أنتو مسجد صاق علي أن صنبه كنتو كنين مساجد لا أنتو صاق له مقاحيه كبلابيا مقاحيه كبلابي خلاص صلاة ده مركي اللي جانبه مركي صلاة دي آذية ووحيالها لو قرتوا على مدها قيامة لو قرتوا طاوة مد مد اللي بادة لو قرتوا محي وهو ينبي ضدك وقفك والسلام وقفه قرني كيكا لو سكان قمريا كيكا لو سكان قمريا خلاص قفك يقانون بقى السلام عليكم لي ولا ما مسألوه واقع على بضاس ولا ما مسألوه واقع على بضوبا حديث كالصدني اللي حاد عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حديث معروف ولا يقانوي نبي عليه الصلاة والسلام حيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي بالنت قيام الرمي فليكرم ضيفه مرتدي سهسود ويوها كرامي مرتدي الله كرامي إيمان كي كمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه قفك إلهي قيام الرمي قرابدي ساحريني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أما خير هكو هذا الله أما ها إسكاء مصو حديث كاس وإنت أزن شرحك كومن حير وحديث اللي يقانوه معروفة وحديث كالصد يتضباب عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثك أبي سعيد الأنصاري لا أبي مسعود الأنصاري البدري قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم نمبا أوي نبي لطعام صنعه له خامسة خمسة شن كذا شريعة أنيقوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبى أوي يري محل الراشد والسمائي شن أنا ولا شن ما كوها
فتبعهم رجل نبى صور راعي نكى نلحد نبى سكسر راعي وارت بالبا عنت أكشر تلا نبى أركي وسكسر قليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبى حويلي إن هذا تبعنا كري وضدنا كسر راعي نكن. فإن شئت أن تأذن ليه تضوع قلاطير ونلق قلو عنتنا لعن راعي هذا خيارك إسقلي. وإن شئت رجع هذا دون ترى واسكن قنايا. قال نبي حويلي قال نك حويلي بل آذنوا له يا رسول الله رسولك لا يواسك وقال أنا يعني كم قلص على مركا معنى دوا محي مل على جالي يرين ولي جهتي هدي مل على جالي يرين تاتك تلو ده إسكان نقها حمانني كما هاجي يقلدك شيء وين تصل إن هذا طبيعنا ننكر ونصر راعي فإن شئت أن تأذن هدي أدونت إلى ذو إذنتو فلك الخيار أبقى خيارك إسكاله وإن شئت رجع كذبنا قال نك وحيلي بل آذر له يا رسول الله رسولك إله يو وانو إذ ما يوانو أقلان يا حديث كصدر يو سيدي ذات عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليمني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستئذان ثلاث إذا انطلبك وصدح الاستئذان هي ثلاثة الباب كلا جراعة إيه قفك الله إذا طلب يوا الصدح أو رجع معمول إيه ماشي بس عدين أردو صاران الاستئذان ثلاث. طيب عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث إذا طلبك وصدح فإن أذن لك هدي لغو إذ مصاقل وإلا فرجع قف قريبا تبيت الباب كلا صاقل عليك السلام عليكم أدخل بعضه السلام عليكم أدخل شبه لغايري وأدقر عضي السلام عليكم أدخل شبه لغايري السلام عليكم أدخل شبه لغايري اسك الله بمرك قصير اللي ذاي الاستئذان ثلاث فإن أذن لك هذه اللغو إدمو صقل هل قاسا كتير صقل فادخل وإلا فرجع حديث كدرسي النعاوة والدنبية بإذن الله تبارك وتعالى وحديثك صدنا يا سيارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه نبي عليه الصلاة والسلام حيري صدح شرب دارتي إلهي بنكو دارتي من رومينين إلهي بان كود أرتي موسى الرومينين إلهي بان كود أرتي موسى الرومين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن مركز قيل ومن يا رسول الله قف كاسدح جير كود أرتي إنوسا إيمان وأوسا الرومينين الله وكما قال وحولي الذي وإيمان كامل على قوة الأصفاد ما أهل نفي الإيمان أبدا يعني وحاول ينوى يعني إيمان لما يسترم بلقها الله يا عقيدة الرسول والجماعة أدلة وإسكوع العليان أهل البدعة أيا أدلة الضرف بس كقاطة وعيدك قاربا قاطة قارنا وعدك أي قاطة وحير الذي لا يأمن جاره بوائقة الذي لا يأمن وامتك إن كبت باذين وإن كنبت قلين جاره درس كيسو بوائقه لبكيس وقفك درس لبوي قف كدرس كذب والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك با لو إسلام أضب الله شاك نبقى مدبا هبلايو عبادة بضانتها لكن درس كذبتها هي في النار هبلايو عبادة انت واجب كي لا تبادة لك درس كأرانتها هي في الجنة عليه الصلاة والسلام ببسية مركة محوها حديث كأنت الله حفظين أيوه بإذن الله تبارك وتعالى كو حديث كالصدنات بوسي أكبر اللوني حديث كالصدنات حديث كالصدني الشنات إيوه حديث كالصدني الليحات إيوه ها لبدا ساعوي يقشرة بإذن الله تبارك وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.